مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: إلى ماذا يشير نزول دم أحمر فاتح بعد تأخر الدورة الشهرية؟ هل له دلالة على الحمل؟ تتشابه الكثير من الأعراض الأولى للحمل مع أعراض اقتراب موعد الدورة الشهرية، إذ أن نزول الدم في كثير من الأحيان يكون واحداً من أعراض الحمل، فكما يطلقون عليه علمياً بنزيف غرس البويضة المخصبة في جدار الرحم. وتحدث عملية نزول الدم الأحمر الفاتح اللون بعد تأخر موعد الدورة الشهرية لدى ثلث حالات الحمل. خلال فترة الدورة الشهرية قد تلاحظ الكثيرات من السيدات اختلاف في لون الدم بحسب اختلاف الوقت، فقد يكون لونه أحمر فاتح أحياناً، وقد يكون أحمر غامق أو بني. وعلى الرغم من كون هذه الألوان للدم ألوان عادية، إلا أن الكثيرات من السيدات ينتابهن شعور بالخوف حينما يشاهدن الدم لونه أحمر فاتح. يعتبر نزول دم أحمر فاتح بعد تأخر الدورة الشهرية مؤشر شبه مؤكد على موعد نزول الدورة، حيث أن الدم الأحمر يعتبر إشارة قوية إلى أن الجسم قام بالتخلص منه منذ فترة قريبة. أما نزول الدم الأحمر الغامق أو الدم البني إشارة إلى وجوده منذ فترة طويلة، وهو ما يفسر نزوله بذلك اللون. وتعتبر بقع الدم الفاتح علامة مبكرة على حدوث الحمل وإشارة إلى نجاح انغراس البويضة المخصبة بالرحم، ولكن هذا الأمر لا يعتبر إشارة مؤكدة، حيث قد يكون نزول دم أحمر فاتح بعد تأخر الدورة الشهرية إلى وجود اضطرابات هرمونية، وقد يكون لأسباب أخرى تختلف على حسب الحالة. يعتبر الدم من أهم علامات الحمل، والذي في العادة ما يكون لونه خفيف للغاية بعدما تلتصق البويضة بالرحم، لذا فإن هذا الأمر قد يستغرق من الجسم فترة من الوقت كي يتخلص من هذا النزيف. وفي الأثناء التي يخرج فيها الدم خارج الجسم، فإنه يمر فترة طويلة من الوقت كي يتحول لونه للون البني. فالدم الأحمر الفاتح ربما يكون من الأعراض المبكرة للحمل، حيث تنزف الأجزاء الفعالة بالرحم فيتدفق الدم بسرعة من المكان الذي حدث به تعشيش للبويضة. ولمعرفة هل الدم الذي نزل دم حمل أم هي دورة شهرية، يتم التأكد من خلال الكمية التي نزلت. فإذا كان الدم نزل بكمية كبيرة فهو يدل على أنه دم دورة شهرية، أما إذا نزلت منه بضعة قطرات فمن الممكن أن يكون ناتج عن انغراس البويضة في جدار الرحم وبالتالي حدوث الحمل. وللتأكد من ذلك لابد من إجراء تحليل الدم.